بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحضراتكم والذي نتذاكر فيه واياكم شيئا من القيم الشرعيه التي جاء بها الاسلام وجاء بها النبي عليه الصلاه والسلام وقد استعرضنا جمله من هذه القيم المباركه والنافعه والهامه والتي فيها من مقاصد الشريعه الشيء الكثير مما يدلكم على ان هذا الدين في حقيقته ودين دين الرحمة، ودين العدل، ودين التوحيد، ودين الاتباع، ودين الطاعة، ودين الرفق بالإنسان بل وبالحيوان وغير ذلك من الأمور، من هذه القيم والحقائق الشرعية والواقعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة راسخة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا جميعا، وهي أن هذا الإنسان، هذا المخلوق الإنساني، هذا الكائن الحي الذي يسمى الإنسان، مهما بلغ في العلم والإيمان والعمل والدرجات العلى في تلقي الدراسات وغيرها، يبقى إنسانا خطاء، يبقى مخلوقا ليس بمعصوم من الخطا مهما بلغ الانسان يبقى من الخطاء خطاء يعني يقع في شيء من الذنوب لا يكون كاملا ابدا ولا يكون مكتملا ابدا ولا يكون معصوما من الزلل ابدا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هذه مبادئ راسخه يجب ان لا تتزعزع في قلوبنا، لا تنظر لعالم او شيخ دين او داعيه او استاذ جامعي او حاكم او محكوم او غيرهم ان يكون معصوما كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون من اخطائهم. علينا أن ننظر للناس على هذا الأساس أن هذا خطاء وذاك خطاء وهذه خطاء وأنا خطاء وأنت خطاء حتى خطاء مش, مش واحد يخطئ وخطأ بسيط يعني مو واحد يخطئ أخطاء لا لا خطاء يعني كثير الخطأ ولهذا يا إخواني من الطبيعي أن الزوج يخطئ في حق زوجته لا تنتظرين من الزوج أن يكون ملاك معصوم من الخطأ ومن الطبيعي أن الزوجة تخطئ في حق زوجها، ومن الطبيعي أن الوالدين أحيانًا باجتهاد يخطئون في حق أولادهم، وأن الأولاد يخطئون في حق والديهم، كل هذا أمر طبيعي وأمر وارد وأمر متوقع، ليش؟ لأن كل بني آدم خطأ، والله تعالى أخبرنا انه يحب التوابين ويحب المتطهرين كما قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما معنى التوابين يعني الذين توابون صيغه مبالغه هي جمع تواب صيغه مبالغه من التوبه يعني كثير التوبه اذا كان كثير التوبه فمعناها انه كثير الاخطاء وانه كثير الزلل ها وهذا الامر طبيعي في حق الانسان ان يقع منه الزلل بعد الزلل، لكن عليه ان يبادر بالتوبه. هذه حقائق يجب ان لا تتزعزع في قلوبنا يا اخوان، في حق انفسنا وفي حق غيرنا، حتى لا يكون عندنا مبالغه في التعامل مع الاخطاء، او مبالغه في التعامل مع المذنبين. الله سبحانه الذي حرم هذا الفعل أمرك أن تتعامل مع من فعله بطريقة ما لا تخرج على هذه الطريقة بسبب اندفاعك ولا غيرتك على الدين جزاك الله خير على هذه الغيرة لكن يا أخي الكريم عليك أن تتعامل مع هؤلاء المخطئين كما تتعامل مع نفسك فتعامل وفق المبادئ الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من النصب التي أحسن وكذلك الحكمة وكذلك الرفق ما يصير إنسان ارتكب خطأ أروح أعاقبه بعقوبة مخالفة للطريقة والعقوبة الشرعية ما يصير أن أذهب لأتشدد في التعامل مع الناس وأطلب منهم أن يكونوا ملائكة أو أن يكونوا مثل الصحابة في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والبعد عن الدنيا لا عليك أن تنظر إلى حقائق الناس كما أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ. نستأذنكم بهذا الفاصل وإن شاء الله نكمل بعده، بارك الله فيكم. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام كل بني آدم خطأ هذه الحقيقة يجب أن لا تتزعزع في قلوبنا بمعنى يا إخواني أن الإنسان ينظر لنفسه على هذا الأساس بمعنى مو كل رأي أنت رأيته يكون صحيح مو كل معلومة تلقيتها تكون صحيح مو كل قول قلته يجب أن يكون صحيح ليس كل طريقة اخترتها لنفسك في التعامل مع الناس تكون صحيحة لا مو شرط ممكن تكون صحيحة وإن شاء الله تكون صحيحة ولكن قد تكون خاطئة لا تتعامل مع آرائك الشخصية وكأن القرآن أوحاه الله إليك لا يا ترى ممكن يكون لك رأي سديد ورأي مبارك جزاك الله خير وقد يكون رأيك ليس سديدا بل رأيا مخالفا وأحيانا يكون الرأي في غاية السفاهة بدليل أني أنا وإنت كلنا كل ما تقدم بنا العمر نقول الله أنا شو قلت هالكلام شلون اخترت هذا الاختيار لو استقبلت من أمري ما استدبرت كان ما سويت الشغلة الفلاني وكان ما توظفتيني كان خليت تخصصي كذا كان سويت كذا كان ما شريت البيت شريت امر طبيعي في في الانسان ان يمر عليه مثل هذه الحالات، لماذا؟ لانه خطا. اخواني الكرام ما يصير احنا ننظر لبعض الشخصيات سواء الدينيه او غيرها على انها معصومه من خطا وانها لا تخطئ ولا ك... الكلام لا يستقيم. حتى الرمز اللي انت تعظمه سواء كان رمزا سياسيا او رمزا دينيا او رمزا اعلاميا او حاكما أو محكوما ليس معصوما من خطأ يا أخي الكريم قد يجتهد ولا يوفق وقد يجتهد في ويوفق جزاه الله خير لا تتعامل مع آرائه كما تتعامل مع اختيارات وأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومهما كان الإنسان ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان فهو ليس بمعصوم من الخطأ وليس معصوما من الزلل. تعامل مع ابنائك على هذا الاساس، الولد يخطئ. لا تقول والله الولد سوى وحط، نعم سوى وحط واخطأ. صحح الخطأ بالصواب، صحح الخطأ بالعقل والحكمة والرفق واللين بالرحمة. أنت أب لا تكن مع الابن كأنك عدو، والبنت نفس الشيء، قد تخطئ وقد تخطئ أخطاء متكررة، والولد نفس الشيء. والخادم والخادمه والسائق وكل الذين يعملون معه والزوجه والاخوه والاخوات كل بني ادم خطاء ولكن وخير الخطائين التواب اذا ما رسخت هذه الحقيقه في نفسك ستبدا تقدس نفسك تقديسا خاطئا وستبدا تقدس غيرك من الاشخاص تقديسا ايضا خاطئا لأن أنا وأنت وهم كلنا نصيب ولا وصلنا إلى الختام نلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته